الحقيقه انا شخصيا يعني لفيت امبارح في مدينه نصر في مجمع استهلاكي شركه النيل في رابعه العدويه، ما كانش فيه 6 اكتوبر في مجمع استهلاكي هناك برضو انا رحت وما كانش فيه المهندسين في احمد عرابي، ما كانش متوفر السكر، وخصوصا موضوع السكر هو على مستوى الجمهوريه ولكن خصوصا في منطقه الجيزه. يعني مش عارفه ليه في الجيزه تحديدا ان السكر مختفي في المجمعات الاستهلاكيه، رغم ان الوزاره دايما بتعلن ان هي بتضخ يعني او بتضخ كميات كبيره من السكر. امبارح كان وزير التموين في تصريحات اعلاميه كان يعني وعد بحل ازمه السكر ومشكله السكر لغايه يعني في منتصف الشهر اللي هيبدا بكره ديسمبر، يعني قال 15 ديسمبر هتنتهي تماما ازمه السكر. واحنا في انتظار انتهاء الازمه والاجراءات اللي بتاخدها وزاره التموين علشان تنهي الازمه اللي احنا فيها دي او تنهي موضوع السكر اللي الوزاره بتقول ان هو متوفر وعندها منه كميات وفي نفس الوقت احنا مش لاقيينه، يبقى السبب الوحيد لده او المبرر الوحيد لده هنقول ان الناس بتكتنز او الناس بتشتري وتتكالب على السلع وبتشتريها وبتخزنها خوفا ان هي تغلى اكتر من كده. عشان كده احنا برضو هنساعد وزاره التموين، هنساعد الحكومه، هنساعد الدوله في ان ما يبقاش في ازمه سلعيه في اي من السلع، ان انا هشتري بقدر احتياجي. يعني مش هشتري اكتر من كده، عايزه اخزني شهر قدام. لكن ما تروحيش تجيبي 10 كيلو سكر وانا عندي ازمه سكر وتحطيهم، او انا عندي ازمه سلعه ثانيه واجيب منها 10 15 كيلو واشتري. الوزير وعدنا من خلال تصريحات تلفزيونيه امبارح وزير التموين وقال ان في 15 ديسمبر هتنتهي الازمه تماما. طبعا احنا هرجع تاني واكررها، احنا يا جماعه بلد بنحقق اكتر من 90% اكتفاء ذاتي من السكر، احنا بلد بنزرع قصب سكر، بنزرع بنجر، عندنا مصانع وشركات لانتاج السكر سواء من القصب او من البنجر متطوره جدا وتم تحديثها وتطويرها. الانتاج المحلي هيبدا خلاص ان شاء الله، يعني المفروض يبدا في يناير، ممكن يبدا في بعض المناطق مبكرا شويه ويبقى في من بعد نص ديسمبر، والبنجر هيشتغل الحصاد بتاع البنجر هيبقى في فبراير وهتبدا انتاج السكر من البنجر في فبراير. نتمنى ان شاء الله ان ازمه السكر دي تنتهي على خير، نتمنى ان هو يبقى سلعه متوفره زي ما كان طول عمره سلعه متوفره ما كانش فيه اي مشكله. نتمنى ان وزاره التموين بالنسبه للمجمعات الاستهلاكيه، يعني نتمنى ان يبقى في اثناء ان هي بتوزع للمجمع الاستهلاكي السكر واثناء صرف السكر او بيع السكر الحر ب 27 جنيه للمواطنين يكون في تقنين وضوابط ومفتشين تموين موجودين، ونتمنى كمان من الجهات الرقابيه من مباحث التموين ومن حمايه المستهلك اللي قايم بدور اكتر من رائع الفتره الحاليه اللي احنا فيها بصراحه، يعني ويعني ضد المحتكرين ويعني واللي هم بتوع تجار السوق السوداء. نتمنى ان يبقى في ضوابط اثناء صرف السكر، نتمنى ان الموظف المسؤول عن اي مجمع استهلاكي يبقى عارف امتى هينزلوا سكر.